خلينا برضو نروح بقى النهارده كان في ماتشات في اوروبا في الدوريات الاوروبيه، الدوري الانجليزي النهارده مانشستر سيتي استمر في الصداره وفوز صعب جدا على ايفرتون 1-0، في الفودن هو اللي احرز الهدف في الدقيقه 82، ومانشستر سيتي يعني بيوصل النقطه 66 بفارق 6 نقاط عن ليفربول، بس ليفربول لسه ناقص له مباراه 66 نقطة، وفوز الهدف جه في الدقيقة 82 لصالح المان سيتي على ايفرتون في ملعب ايفرتون في الدقيقة 82 زي ما قلت لكم، في الفودن هو اللي احرز الهدف. كمان النهارده مانشستر يونايتد اتعادل مع واتفورد 0-0 في استاد الاولد ترافورد ملعب المان يونايتد، ومانشستر يونايتد برضو ضيع النهارده فرص كتير، و يعني كان ممكن يكسب المباراه النهارده بسهوله لكن ضاع فرص كتير، وكده المان يونايتد في المركز الرابع ب 47 نقطه. كمان توتنهام النهارده كسب ليدز يونايتد مكسب كبير قوي 4-0 النهارده، يعني هاري كين وكولوزوفيكسكي وسون يونج مين اللاعب الكوري الجنوبي احرز الاهداف ودوهيرتي، وكده توتنهام بيرفع رصيده الى 42 نقطه في المركز السابع، وفوز كبير ليه توتنهام على ليدز يونايتد في ملعب ليدز يونايتد زي ما انتم شايفين. في الدوري الاسباني ريال مدريد في الصداره وفوز مهم النهارده لريال مدريد على ريو فاليكانو في ملعب ريو فاليكانو 1-0 بهدف لكريم بنزيما في الدقيقه 83، وكده ريال مدريد رفع رصيده الى 60 نقطه في المركز الاول في الدوري الاسباني. وفي الدوري الايطالي اليوفنتوس النهارده فوز على امبولي 3-2، مويس كين وفلاهوفيتش احرز هدفين، وقدر يعني اليوفنتوس يكسب النهارده امبولي في مباراه صعبه 3-2، وكده اليوفنتوس في المركز الرابع ب 50 نقطه. في الدوري الالماني بايرن ميونخ برضه كسب مكسب صعب النهارده، كسب انتراخ فرانكفورت 1-0، ورفع بايرن ميونخ رصيده الى 58 نقطه في صداره الدوري الالماني. وبرضه النهارده في فرنسا في الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان كسب سانت تيان 3-1، وبرضه باريس سان جيرمان تصدر الدوري الفرنسي ب 62 نقطه، وامبابي النهارده احرز هدفين وفوز مهم لباريس سان جيرمان بي اس جي 3-1 على سانت تيان في الدوري الفرنسي. دي طبعا يعني اهم النتائج النهارده في الدوريات الاوروبيه سواء الدوري الايطالي الدوري الاسباني الدوري الانجليزي اللي مانشستر يونايتد طبعا هو ليفربول الاثنين بينافسوا بعض بقوه، وايضا في منافسه السنه دي قويه في الدوري الالماني ما بين بايرن ميونخ اللي كسب انتراخ فرانكفورت مع بروسيا دورتموند.